خلونا بقى نبتدي اخبارنا النهارده من الخبر الاهم. من النهارده مفيش قطع للكهرباء تاني، وهتتوقف خلاص خطه تخفيف الاحمال في مصر كلها لحد نهايه الصيف زي ما وعد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المواطنين في مؤتمر الصحفي يوم الاربعاء اللي فات. صراحه الحكومه الجديده من اول يوم ليها وهي بتشتغل بقوه عشان تنهي ازمه انقطاع الكهرباء بصوره كامله، من خلال اكيد توفير شحنات الوقود اللازمه لتشغيل شبكات الكهرباء، وشفنا ده بالفعل، وشفنا وصول الشحنات بانتظام وفي التوقيتات المحددة ليها زي ما أعلن رئيس الوزراء ياسمين. طبعا احنا النهاردة يا سلمى بدأنا أول خطوة في إنهاء أزمة الكهرباء اللي المفترض وفقا لتصريحات دولة رئيس الوزراء هتنتهي بصورة نهائية خلال أول 6 شهور من تكليف الحكومة، يعني على أول السنة إن شاء الله. وقرار النهاردة بيزود الثقة بين الحكومة الجديدة والمواطنين، وبيخلي الناس متفائلة إن الحكومة بتاعتنا الجديدة بتشتغل وهدفها الأساسي راحة المواطن، وتخلي الناس تحس بالتغيير. تعالوا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء. صباح الورد على حضرتك يا دكتور. صباح النور على حضرتك يا فندم، وتحياتي ليك وتحياتي للمتابعين الكرام، وان شاء الله دايما الخير لمصر باذن الله. تحياتنا لحضرتك يا فندم. طبعا الناس عايزه تطمن موضوع الكهرباء هيقف امتى؟ احنا دلوقتي بنتكلم انه خلاص احنا خدنا اول خطوه في انه انقطاع الكهرباء ان شاء الله هيتم وقفه، او يعني هنبتدي خطوه جديده في موضوع انقطاع الكهرباء، فلحضرتك تدينا تفاصيل اكتر وتطمنا. هو تأكيد لكلام حضراتكم وتأكيد وعد دولة رئيس الوزراء ان بالفعل ان شاء الله يعني مفيش تخفيف احمال. ممكن من الساعة 7 مساء من امبارح كان اخر تخفيف الاحمال طبق الجدول الموجود. من النهارده مفيش يعني الجدول الموجود او مفيش تخفيف الاحمال حتى نهاية الصيف ان شاء الله. وتأكيد للوعد ده برضه ايضا ينتهي نهائيا تخفيف الاحمال ان شاء الله قبل نهايه هذا العام، بالتنسيق ما بين كل الوزارات المعنيه سواء كهرباء بترول وكل الوزراء المعنيين باشراف ومتابعه من دوله رئيس الوزراء. وباذن الله ان شاء الله يعني ننتهي من هذه الازمه اللي كانت يعني بتعمل اثار يعني مش مظبوطه بالنسبه للناس كلها وعلى كل الانشطه الحقيقه، سواء الانشطه المنزلية العادية أو الأنشطة التجارية. طب دكتور أيمن، احنا عايزين من خلال حضرتك بس نوضح الصورة يعني كاملة. احنا خلاص بنتكلم في ان الموضوع ده هينتهي تماما بعد الصيف، ولكن احنا بنتكلم انه لحد ما الصيف يخلص مفيش انقطاع كهرباء تاني الا لو في ظرف طارئ زي ما الكهرباء كانت بتقطع، فلو في عطل او حاجة. مظبوط مظبوط. وبرضو من خلال حضراتكم بنأكد على لو حصل انقطاع في اي منطقه من الكهرباء احنا عندنا في اليات متعدده. ده نتيجه هيبقى نتيجه عطل او اصلاح في منطقه معينه. في عندنا خط ساخن 121، ده خط ساخن على مدار 24 ساعه. 121 اوكي. ايضا في الصفحه على الفيسبوك الخاصه بالشركه شركه القبضه لكهرباء مصر، دي بتستقبل ايضا لو في شكاوى. هناك ايضا على الموقع الالكتروني الخاص بالمنصه الالكترونيه لخدمات الكهرباء الذكيه تستقبل ايضا الشكاوى اللي موجوده، بالاضافه الى المواقع الاخرى بقى اذا كان موقع الوزاره او الشكاوى الحكوميه الموحده والارقام التليفونات الخاصه بكل شركه توزيع ديت وخدمه العملاء طبعا. وبرده من خلال حضراتكم لو في اي شكوى او في مشكله حضرتكم مشكورين يعني ممكن تستقبلوها وتوجهوها لنا واحنا هنقوم بالواجب. طبعا يا فندم. طيب معروف يا فندم انه فتره الصيف بيكون استهلاك كهرباء اكتر بسبب التكييفات طبعا والمراوح، ايه هي الاستعدادات اللي قامت بيها الوزاره لمواجهه الزياده القويه في الصيف دي؟ احنا عندنا من ناحيه الانتاج الحمد لله عندنا يعني الفتره العشر سنين اللي فاتت ديت بقى في تطوير كبير جدا على مستوى سواء الانتاج او شبكات النقل او شبكات التوزيع. عندنا من الانتاج في برامج للصيانه والمتابعه الخاصه بيها بحيث ان تبقى وحدات الانتاج تكون مستعده، وفي نفس الوقت احنا بنعتمد على الوحدات الاكثر كفاءه يعني اقل استهلاك الوقود، بالتوازي معاها شبكات نقل الكهرباء ايضا اللي تم تطويره في برامج صيانه تمت
علشان خاصه زي ما حضرتك اشرتي مع ارتفاع درجات الحراره، ودي ارض ايضا بتؤثر باتجاهين، الاتجاه الاولاني دي زياده الاستهلاك، وايضا كمان يمكن ارتفاع درجات الحراره برضو احيانا بتؤثر على الشبكات، ولكن الحمد لله الشبكات الحمد لله قويه بدرجه كبيره جدا. على عظيم. على درجه على على مستوى شبكات التوزيع يمكن هي اللي ممكن يعني تاثر بيها، نتيجه ان في بعض الاماكن فيها سرقات تيار كهربي، فيها وصلات غير مقننه لاماكن لبعض الشبكات الموجوده. ويمكن من خلال حضراتكم احنا بنؤكد على حاجتين، الموضوع السرقات ده بيأثر على الشبكات طبعا بصفه عامه، كمان في نفس الوقت النقطه الثانيه هو ترشيد الاستهلاك، خلينا احنا نبقى نحاول نتحكم في قيمه الفاتوره بتاعتنا من خلال ترشيد الكهرباء، وديت اجراءات بسيطه يعني ما فيهاش يعني طب عمل. ايه هم الخطوات طيب من وجهة نظر حضرتك؟ اول حاجه بالنسبه لترشيد الاستهلاك احنا بنتكلم على ان طبعا يمكن في الصيف زي ما حضرتك اشرت التكييفات يمكن هي دي اللي بتبقى بتزود الاستهلاك شويه، احنا بنقول نعمل صيانه للتكييفات، نتاكد ان الاماكن اللي هي فيها الشباك الباب الحاجات دي كلها يكون فيها عزل كويس، كمان في نفس الوقت نظبط درجه حراره ما تقلش عن 25 درجه، هيبقى فيها تلطيف كويس وكمان مش هيبقى فيها زياده للاستهلاك. الحاجة الثانية الأجهزة اللي هي بتستخدم في التسخين دي برضو يعني لابد ان احنا نرشد فيها، لان هي دي برضو بتستهلك كهرباء كتير. كمان في نفس الوقت الجزء الخاص بالأجهزة، اي جهاز كهربي انا مش محتاجه افصله من مصدر الكهرباء من الفيشة نفسها، يعني مفيش داعي ان انا اسيب بقى التلفزيونات والريسيفرات والشواحن كلها تبقى موجوده في مصدر الكهرباء دي، حتى لو بتستهلك كهرباء بسيطه بس مع تعدد الاجهزه دي برضو بتزود الفاتوره بتاعت الكهرباء. احنا كده بنقلل الفاتوره وفي نفس الوقت بنساعد البلد على بنحل ازمه، بنحل ازمه تعرضنا لها لفتره كبيره. فيعني احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور عامر حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء، يمكن احنا فعلا محتاجين ناخد بالنا اكتر من مواضيع ترشيد الاستهلاك الكهرباء طبعاً. لان الموضوع ده يعني مش عايزينه نتحط فيه مره تانية، واحنا بالتالي او بالفعل بنواجه الموضوع ده دلوقتي.